خامسا غرس الشكوك في النفوس. من القواعد الأساسية في الفكر الليبرالي القول بنسبية الحقيقة وأنه لا وجود لحقيقة مطلقة، وهذا ما يطلق عليه ثقافة اللا ثابت. وعليه فليس ثمة قائد ثابت أو مقدس يصان عن طاولة النقاش. إن الشك والتشكيك لحمة هذا الفكر وسداه، وما أصدق ما قاله كبير فيهم: إن الكاتب الليبرالي هو الذي يثير الشكوك دائما. وإذا ساق المرء خلفهم فصار يشك في كل شيء، لأنه ليس ثمة يقيني ولا وجود لحقيقة مطلقة، فلم يبقى إلا أن يرتمي في أحضانهم وينهل من معينهم، لأنه صار تائها لا يعتصم بشيء ولا يلوي على شيء. وغني عن البيان أن نسبية الحقيقة فلسفة سفسطائية عبثية نتيجتها نفي كل يقيني وكل اعتقاد جازم. وهل في الخروج عن كل معقول أوضح قبحا من هذا؟ والعجيب أنهم يرفعون عقيرتهم بقاعدة لا حقيقة مطلقة، وهذه نفسها حقيقة مطلقة، فانتقضت هذه الكلية وأضحت الحقيقة المطلقة موجودة باعترافهم، فهدمت قاعدتهم قاعدتهم.